هو أحد رجال الوطن الأوفياء والذين رحلوا عنا لكنهم لم يرحلوا بعطائهم وتفانيهم في خدمة وطنهم. أحمد محمد عبيد المنصوري رحمه الله أحد رواد صناعة الإعلام بالإمارات ومن أوائل المذيعين، والذي رافق خلال مسيرته الإعلامية الشيخ زايد طيب الله ثراه خلال العديد من جولاته الداخلية والخارجية، وعايش عن قرب العديد من المحطات التاريخية التي مرت بها الدولة في مرحلة التأسيس وانطلاق مسيرة التنمية والرخاء. أقولها وأنا مسؤول عنها ليوم القيامة، لم تأتي المنطقة بغيره أبدا، وإنما يتطلع إلى الأمام سنوات وسنوات. بدأ الفقيد مسيرته الإعلامية في العام 1967 وعمل مذيعا بإذاعة صوت الساحل في الشارقة، كما اكتسب خبرة كبيرة وأتقن فنون العمل الإذاعي وعمل في العديد من إذاعات الدولة. يعتبر المنصوري أول مذيع عرفته الإذاعة الإماراتية في القرن الماضي، وحقق خلال مسيرته المهنية نجاحات كبيرة على الصعيدين الإماراتي والخليجي رحمه الله.